عمرو يلا بسرعه نروح للصندوق الاسود، عايزك تطلع بقى الصندوق الاسود من جنبك علشان نروح للاسئله. ده جنبك الصندوق ولا لا؟ جنبك، شفت والله مستخبي. ما خدتش بالي. لا تطلعه بقى علشان خاطر نروح معاك لايه؟ لبعض الاسرار اللي موجوده في حياه الكابتن عمرو جمال. صندوق اسود بجد؟ يلا اسحب كده. اطلع كله ولا لا واحده؟ اسحب واحده وقول لي رقمها. مفيش رقم. واحد. رقم واحد، قول السؤال. مكافأة 500 جنيه من الأهلي تم خصمها من مستحقاتك المالية في نهاية الموسم. أنا أقول لك الموقف ده، مع أول ما جيت النادي الأهلي وأنا عندي 17 سنة، فجيت لعبت أول ماتش مع الترسانة وكانوا متخوفين جدا، جاي بمبلغ كبير، فلعبت الماتش جبت جونين وكسبنا 2-0 مع الترسانة في ترسانة. فدخلت الكابتن ياسر رضوان، هو كابتن هشام حنفي، قالوا لي ادخل بقى، ايه انت معكش فلوس؟ فهيديك فلوس الكابتن مكافاه كده كده كابتن احمد ماهر. دخلت بقى للكابتن احمد ماهر الله يرحمه يعني، فراح قال لي انت ولد جدع، ال 500 جنيه دول هتاخدهم مكافاه ليك، بس انت على وصل امان عشان هيتخصموا منك. قلت له ليه يا كابتن؟ قال لي لا، هيتخصموا منك في نهايه الشهر من المكافاه دي ولا ايه؟ طب يلا خد السر اللي بعده احطه. لا لا خليه بره عشان ما يتلخبطش معاك. قول لي بس الرقم بتاعه. اثنين. اثنين، انت ايه متسلسل في الارقام؟ ايه هو السؤال؟ ماذا حدث بين الدكتور والكابتن حسام البدري وانت والدكه كلها ضحكت عليهم؟ ايه اللي حصل؟ احكي لي احكي لي اسرارك بتضحك كلها. مفيش، حد اتخبط في الملعب والتمرين كان الكابتن كان مشدود فنزل، فلقى الدكتور لسه بيدور، قال له انت بتدور على ايه؟ كان ما يعني بنج. والله كابتن حسام قال له كده. طيب يلا نروح للسؤال تاني. يعني كده يعني قلب كده قلب كده عشان خاطر الناس عرفت منين ده؟ لازم بنعرف ده اسمه صندوق اسود. فاضل واحد بس. طب ماشي، انا ممكن ناخده كمان. ده رقم كام؟ أربعة. ايه هو؟ محمد بركات يحذر عمرو جمال من دخول الاهلي بسبب مجموعة بنات. ما حقيقة تلك الواقعة؟ ايه اللي حصل؟ كابتن بركات قال لك ايه؟ انا كنت في الكليه، فكنت بره الكليه مع اصحابي واقف كده، ولقيت عربيه معديه، فلقيت واحد بينده عليا. فاتح شباك ولا فاتح شباك من ورا فرحت لقيت كابتن محمد بركات واقف لي كده بيقول لي لو شفتك في النادي بكره هنفخك، ما تجيش بكره هخلف. قلت له والله اصحابي يا كابتن. قال لي صحابك؟ امال لما تلعب بقى هتعمل فينا. يلا اخي سيري موجود معانا في الصندوق الاسود. ايه بقى؟ مفاجأة زيزو لعمرو جمال قبل لقاء القمة، وقلت له نصا خد القهوة بتاعتكم اهي مش هشربها. ايه اللي حصل؟ كنا رايحين نلعب الزمالك في برج العرب، وقبلها بماتش كنت انا اللي بلعب انا وانتوي، وجبت جون حلو الحمد لله وكسبنا انبي. وكان تاني ماتش الزمالك، وايفونا كان مصاب، وايفونا نزل قبل الماتش بيوم اتمرن تمرينه، وبعدين لقيت في المحاضره كده كده انا اللي هلعب، فلقيت ان الكابتن زيزو بيقول ان انا هفاجئ الزمالك وهلعب بايفونا النهارده. ده مش معناه ان عمرو جمال يعني اثر الماتش فات، ده بالعكس هيبقى ورا رابحه. قلت له بص ادي القهوه والله بلا شاربها. مش هفوق نفسي قبل الماتش. وسبحان الله اللي خطط له يعني. ده موقف برضه يعلمني، ايفونا جاب جون وانا جبت جون كويس وكسبنا 2-0 في الماتش ده الحمد لله. عمرو انا عايزك يعني خلاص يعني انا عايزك كده في الاخر طبعا تقول كلمه لجمهور النادي الاهلي اللي بيحب عمرو جمال واللي مستنيه يعود لمستواه الحقيقي، هداف الدوري بقى، هداف نادي طلائع الجيش، في اي مكان انت بتكون موجود دايما عارف جمهور الاهلي بيدعمك. انا بحب جمهور الاهلي جدا، وفوق كلامهم فوق دماغي، الايجابي فوق دماغي والسلبي بتعلم منه، انا عارف ان ده كله لمصلحتي. اتمنى ان هم يعرفوا ان انا مريت بظروف صعبه الفتره اللي فاتت، وان انا عمري ما قصرت وانا لابس تيشيرت النادي الاهلي. دايما كان كل تركيزي وكل شغلي ان انا اخلي الناس دي مبسوطه، وان انا ابقى موجود وليا بصمه، واطلع من النادي من الباب الكبير في النادي الاهلي وانا رافع راسي، وده انا اشتغلت عليه. ان شاء الله لسه ليا الفرصه موجوده. انا موجود في النادي ومؤسسه كبيره لنادي طلائع الجيش، ومؤسسه عسكريه كبيره، وقادر ان انا الدور الثاني اوري الناس كلها ان انا استحق ان انا ببقى موجود في النادي الاهلي من تاني للسنه الجديده. عايزهم في ظهري ودايما مساندني عشان انا ابني من ولاد النادي الاهلي.
عمرو استمتعت بيك جدا جدا واتبسطت ان انت موجود معايا حلقه بصراحه يعني من الحلقات الممتعه. انا عمرو ربنا يخليك وانا كنت مبسوط وان شاء الله بدايه موفقه ليك وانت من الناس الشاطره بجد يعني محدش يمكن يعرف ان احنا العلاقه لك ان انا عارف ان انت هتكسر الدنيا باذن الله. ربنا يخليك يا عمرو ما تحرمش منك. وصلنا مع حضراتكم لنهايه الفقره الحواريه الاولى مع غزال النادي الاهلي ونجم مصر الكابتن عمرو جمال. هنروح فاصل علشان بعديها نرجع نستقبل اسطوره كرة السلة الكابتن طارق الغنام. خليكم معانا.